عفورة عفورة. مساء الخير عفورة. سنور، شو هذا اللي حامله تحت باطا؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ في واحد بيحمل شغلة ما بيعرف شو هي. بعرف. هي شنتي سودا. لكن شلون عم تقول ما بعرف؟ ايه يعني ما بعرف شو فيها. من اي جايبها؟ واحد زبون اجى اكل عندي سندويشه ونسيها على الطاوله، بعد ما راح شفتها لحقته ما لحقته. امتى نسيها؟ الظهريه. ما رجع سال عنها؟ ما رجع سال عنها، رحت على المخفر بدي سلمها، بعدين تهي لاقي ولد شو تسلمها؟ يقوم يصير علي مسؤوليه اسال عفوره. طبعا طبعا فيها هي مسؤوليه، لكن ما فيها مسؤوليه، بعرفك مخه على قدك انت. لك شو طبل انت؟ ايش طبل؟ لكن شو بدنا نساوي فيها؟ نفتحها، لقينا فيها شغله محرزه اخذناها قفيناها، لقينا شغله ناكته مو محرزه بنسلمها للشرطه ونقطع انتهى. لك دوخنا هالحرامي الكلب، مو تارك شارع مو مارق فيه. لك توفيق. نعم سيدي. اكيد هالكلب بيعوي. بيعوي سيدي، بيعوي. اوعى يكون ما بيشمها. بشم سيدي، شو هالحكي؟ اوعى يكون مو شمامه. شمام سيدي، شمام. اوعى يكون يخربط بالروائح. ما بيخربط سيدي، شو هالحكي؟ لكن ليش وصلنا لهم؟ انا بعرف هدول الجماعه ما بيمدوا ايدهم على شيء. سيدي شو يعني انت بتمد ايدك؟ اعوذ بالله، بخلع من محلها، لك بشيلها من شروشها انا. طالما وصلنا لقدام بيتك، ليش حتى ما وصلنا لهون؟ معك حق، احتمال الحرامي يكون مارق من هون مشان يضل لنا. سيدي، خلينا نأيدها ضد مجهول ونخلص، يبدو هذا الحرامي محترف وما رح نلاقيه. إذا بخشنا الأرض من هون وين بننفي؟ جنب المكسيك سيدي. بين اليابان وأمريكا، بس وين؟ يعني المحيط الهادي. إيه إذا بدي أنبش المحيط الهادي والقطب الجنوبي، بدي طالعه، ضد مجهول؟ مصطلح منسق من قاموس ابو غصن البوليسي. حاضر سيدي. اسال كل من لم يعرفني، بتعرف شو بيقولوا لك عني؟ شو بيقولوا سيدي؟ ابو غصن ضد عقله، ضد مجهول، لانه لو وصل الدم للركب ما بخلي مجرم مجهول. لك اهدابا ولا؟ حاضر سيدي. نبش الارشيف فؤاني تحتاني، ما بتلاقي سجل، ما بتلاقي مصنف، ما بتلاقي قضيه مسجله باسمي ضد مجهول. واضح سيدي واضح. ايه خلص بقى، بتعرف قديش مر على هالصلاه حالات يا توفيق؟ سيدي والله تعبنا. شو رايك طالما وصلنا لعندك لهون على الحاره تعزمنا على شي كاسه شاي؟ انا كنت عزمتك بس بقى عندك لسه المطره بير غميق. هيدي حماتي اللي هي ام لام غصن عنده، وانا الاثنين مطيقه. عذر مبرر، خلينا نمشي سيدي. لا انا راح اعزمك على كاسه شاي بس عند جيراننا عند الست عفوره. لي توفيق. نعم سيدي. ووقف هون يا عزامي وراقب الشارع مني ولا تخليه ينباع. حاضر سيدي. ضيف اخر الليل يجي بيتعشى وبينام. بس السهره لساتها باولها، وهذا اللي جاي مو باخر الليل. ضيف اول السهره العام ما بيخلي شيء وراه قبل ما ينام. رايح افتح شوف مين. افتح بلا حزان، شو تفتح؟ خلينا نخبي بالشنطه بالاول. هلا احنا مو جايين بمهمة رسمية، جايين نشرب كاسة شاي عندكم يا ربان. والكلب؟ والكلب ايضا مو بمهمة رسمية. ربان؟ لقطات اللي بتخاف من الكلاب، نحن بني ادمين، شو خا وليش خايف؟ اهلين ابو غصن، اهلا وسهلا. اهلين ست عفرة، كنت انا وتوفيق بمهمة رسمية هون عندكم بالحارة، امتى عزمتوا لعندكم الا بنرتاح شوي. ولو بتعزم على بيتك انت ابو غصن، بيت بيتك انت. خير ان شاء الله ابو غصن، في حدا عمل شي جريمه عنا بالحاره هو؟ لا، بس في واحد عمل سطو على رواتب الموظفين، كان المحاسب جايبهم من البنك، هجم عليه وشلحوا اياه. الله يسامحه، شو اجدب هالمحاسب، داير فيها من قرنه لقرنه. يحطهم كيس نايلون بشنطه سودا، يلفون بشي.
حاططهم بشنتاي. والشنطة السوداء فيها كتير. فوق المليونين بشوي. والحرامي هرب لهم؟ الحرامي نحن ما بنعرفه، شممنا الكلب ريحة المصاري ولا حينه على ريحة المصاري. مليونين والكلب شم شي هون؟ صار مفت لنا نص البلد، كل ما شم ريحة المصاري بيسحبنا وراه. بيسحبكم وراه؟ يا جماعة بدنا نضل هيك بأرض الديار، تفضل تفضل توفيق على أوضة الضيوف، تفضلوا. وراح أربط لكم الكلب هون حتى لا يعذبكم، لا تعوي ولا يباركوك معهم. هذا الكلب ما له هوين ابدا، ما له الا عجاج. فتعمي شو بدك تحكي؟ شو في؟ بدي تتفاهمني مع هالكلب، مصيرنا معلق بايده. انت امتى بده يصير عندك شويه ضمير؟ شو شايفتيني انا بربي كلاب؟ لا عايش عيشة الكلاب، صرتوا بتفهموا على بعضكم. ماشي اذا هيك ماشي لحال، شو بدك منه؟ قل له ما يدل علينا. بايش؟ انت هيك قل له هو بيفهم لحاله. ماشي. قابل ايش بده يسكت؟ قل له بجيب له عظمي. عم يسب؟ ليش؟ ما عجبه، دقك مسبه كبيره. شو قال؟ كلام رزين مرت عمي، ما بينحكى على التلفزيون. طيب اساله، هو شو بده؟ قال بده كيس عظام. ماشي كيس عظام مثل ما بده، قل له شكرا. يلا احد انت خلاص روح. عمي تعالي شوف شو هالسلبينة هي؟ شو قصة الكلب مع كلبة اللي برا؟ مو ضروري تعرف. لك شلون مو ضروري اعرف؟ ما انا كنت المترجم بينك وبينه. مو ضروري تعرف الموضوع، انت اشتغلت مترجم هلا بعطيك اجرتك. ماشي الحال مرتعمي. طيب مين في بغرفة ضيوف؟ كمان مو شغلتك، روح على بيتك ارتاح انت وانبسط، مهمتك انتهيت. يعني ما بدك تقولي لي؟ ايه علينا، هذا سر بيني وبين الكلب، حل عني اياه. ماشي لك عم روح اسال الكلب. لا تسأله، أنا بعدين بقول لك. وبركي ما قلتي لي؟ إيه علينا، كلبه كمش عضبي، روح ماني فاضي لك، أنا عندي ضيوف. وهذا المحاسب شو صار فيه؟ بالمستشفى يا ريبال، غايب عن الوعي. يا لطيف، يا لطيف، مسكين. لا مسكين ولا شيء، احتمال يكون شريك بالعملية. لا يا توفيق ما بصير الحكي، إذا ما قدامك أي دليل لتتهم حدا، الرجال بين الموت والحياة. عجاج أنا عمي بغسل أنت دورية شي؟ شفت شي واحد حامل شنتاي سانسوناي؟ لا ليش؟ في واحد هجم على محاسب وشلحوا الشنتاي فيها الرواتب الموظفين. مرق من هون من الحارة، ما شفته؟ لا والله ما شفته. ليش يا شو في عمي أبو غصان؟ فوق المليونين ليرة. فوق المليونين؟ ايه فوق المليونين. وامك اللي سارقة الشنطه ايه؟ هلا امي بدها تضرب المحاسب على راسه. شو جنيت عجوه؟ لك ليش امك؟ ليش شبر ببال؟ لك ريبال مهرهر خلقه، هذا خرجه يضرب حداها. لك اروح يا بيكونوا جايبين لهم شي واحد ازعر عاطينه 1000 ليره قام هبجدن الشنطه. لك الازعر بياخدها يا الشنتايه، مو بيرجع لهم اياها. دخيلك بيغضب لي هيك طلطميس شبكي. لك بيكون مو عرفان شو في بقلب الشنتايه، مشان 1000 ليره بيسرق لك وبيبوس ايده وشو قفا. خلص عجاج، عاش حقي فاضي. هلا رح تساوي لي امي مافيا روسيه. لك امي منين بتعرف المحاسب والمصاري؟ لك هي بدها مافيا.
ما فيها ولا ما فيها، انا ما بفهم بها الشغله بدوب دوب، المهم المصاري اللي بقلب الشنطه امك اخذتهم يا اما بتعرف وينه. على شعرك كنا انكبشنا، وانا لو ما وعدت الكلب الكيس عطام يا لطيف كنا انكشفنا رسمي. ها تعال شو حمار الكلب الحرامي كحتي، انا بحياتي ما شفتك حق منه. ليش كحتي؟ لك اساري مليونين ليره بشي بياكل عندي سندويشة فلافل، روح هنا اقرب شي مطعم مثل الخير. لك هي مو كحتني، هذا اسمه توفيق. اشعر بشعر وليد، معقول يكون الكلب غدر فيني؟ لك شو عم تحكي انت بهالايام؟ هي البني ادم اللي بيغدر. البني ادم بيرجع بكلمته، اما الكلب لا ما بيرجع بكلمته. روح افتح، روح افتح تعال بقول لك انا بفتح. امسك لفتي لا هات. سنور حبيبتي، شو نسيانين مفاتيحكم انتم؟ ايه والله نسيانينهم يا عمي. تدرسوا ريتكم. بتعرفي شو صاير بالحاره يا مرت عمي؟ شو صاير نبيل؟ شغله بتشيب الراس، ابو شهاب حكى لنا ونحن راجعين انا وميسون. يا لطيف شو هالشغله؟ شو اسمه هذا ميسون حكى لنا عليه ابو شهاب؟ ابو زياد اللي أيوه. ساكن مقابل المطعم تبعنا، عرفتي امي؟ ابو زياد اللي بيشغل مصاري الناس. يا عيني عليكي، هذا هو ان شاء الله حاطه معه مصاري؟ حاطه 10,000 ليره. ولي على قامتي عليكي يا امي، سرقوه اليوم. أنا شلون سرقهم؟ حاطط 5 مليون بالشنطة كان بده يهرب فيهم، قام راح يقضي غرض ويرجع شافها طايرة. يا لطيف، شو لون الشنطة يا ترى؟ سودة يا مرت عمي سودة. بتعرفي شو صاير بحالته يا مرت عمي؟ شو؟ عم بيفتر بالشوارع بيغني شنطاي سودة فارت فارت بين إيدي، شنطاي سودة يا سودة يا شنطاي، وهيك جن يا مرت عمي. لك هذا اللي سرق الشنطة لامحه شايفه بهالمرة شيء انت؟ لمحته مرة واحدة مع ابو زياد، إذا ما خانتني ذاكرتي. هلا صار كل شيء مفهوم، هي الشنطة فيها 5 ملايين مو مليونين. شو فقسوا؟ لك لا ما فقسوا، بس هي الشنطة مو اللي فيها رواتب الموظفين، هي شنطة ابو زياد كان حاطط فيها المصاري وبده يمز بده يهرب. وانت شو عرفت؟ هلا خبروني، خلينا بقى نفتحها على السريع مشان نتأكد. لك إمام فتحي مسكرة على الرقم السري بمطعم كتير عالجت فيها، انكسر المفك وما فتحي. شلون بدنا نفتحها لكان؟ مو معقول يكون نحن معنا 5 ملايين وما يطلع بايدنا نفتحها. عنا اخصائي مفاتيح وقفولة، شو نسيتي عجاج؟ لا ما نسيت، بس اذا بدنا ننده لعجاج بده يعود يشاركنا برزقنا. اسدي له تمه بشي 250,000، معك 5 ملايين. لا يا 250,000، كأنك عم تقول ربع ليرة. طبعاً اللي ما بتتعب فيه الأيادي ما بتبكي عليه القلوب. يعني أنت تعبانة فيه؟ معلوم، أنا إلي 10,000 مع أبو زياد، لو هرب كانوا راحوا علي، بس سبحانك يا ربي، بعد اسمك وكرمك، مال الحلال بيرجع لأصحابه. معناتها خلي الشنطة مسكرة، نحن ما بنقدر نفتحها. هلا بلا حكي فاضي، روح عوان ندق له العجاج. طيب احكي هالحكي من الاول ولا ما بصير بلا الدلال يعني؟ مضطرين، شو بدنا نعمل؟ بس لا تقول له شوفي بالشنطاية. حيوقف قلبي، 5 ملايين. شو فيها الشنطاية؟ انا مالي مخول احكي، بدك تعرف شو فيها الشنطة اسال مرت عمها. يا كان مزبوط مثل ما حكى لي عجاج. ليش شو حكى لك عجاج؟ هاي الشنطاية يا المحاسب. انا قلت لكم انا ماني مخول احكي، بدك تعرفي شو بتسالي امك، هي اللي بتقول يا ايه يا لا. بدي اسالها هي كان. امشي يا عجاج شرف. افترضنا ايه، شو بدك تعملي؟ بدنا نرجعها يا اصحابها امي. هذا مو صاحبها، سرقها سرقه، هذا حرامي. واجا كان انا عم اقول لاصحابها الاصليين يعني الموظفين. الموظفين ما رح يموتوا من الجوع، الدوله مجبوره فيهم، بتسلمهم رواتبهم. مو المحاسب امي؟ المحاسب يا حصرتي عليه، اكل خبط على راسه، ما حدا حيحكي معه شيء. يعني ما رح يحطوه بالحبس؟ لا شو يحطوه بالحبس؟ ليش هو قدر يعمل شيء وقصر؟ اجا هيك، انا اسفه امي. لك هلا يلا بلا اعتب انت وياها عشان افتح لنا الشنطه. عالنص. نصك للكلاب، أنا نص. مليون ليرة إليك ومليون ليرة إلي، من هلأ عم أقلك. 1,000 ليرة إلك أجار فتح الشنطة، ولا فرنك زيادة أكتر من هيك. أنا قلت مليون يعني مليون، ما بينقصوا ولا فرنك. ليش شو عملت أنت بعدي؟ لا ضربت المحاسب ولا لقيت الشنطة، على أي أساس بدك النص؟ على أساس أني بعرف شو فيها. وإذا بتعرف يعني؟ ليكني أنا بعرف فيه بالبنك 500 مليون ليرة، إلي نصهم يعني؟ مرت عمي، يا باخذ مليون يا اما ما بتاخذ ولا فرنك، بعد شوي بصير بدي اكثر. قلت لك بده يشاركنا، قلت لي معلش.
ناولي 250,000. خلصنا بقى هجوي ارضب 250,000. سكتي انتي وكني. انا وينكم؟ اقل مليون ما مسكت امي. هيك العريض بفتحوا على الاخيرها بشرطكم للاخير. شو قلتوا ايه ولا لا؟ عفورة اعطي مليون ليرة. هلا شو دافع شي من جيبتك انتي؟ لك انتوا بدكم تجلطوني؟ انا ما بقدر ادفع هيك مبلغ فرد طقة بنفلج بارضي. عجاج حبيبي معلش تراعيها يا امي شوي. بدي مليون. انا كمان مثلها بنفلج. طيب بقسط لك ياهم 1,000,000. شو رأيك؟ لا حبيبتي ما حذرتي. فرد دفعة طقة واحدة شندي. إذا بينقصوا فرنك واحد ببلغ. ماشي باخذ لي كم حبة وجع قلب مشان ما يصير معي شيء. افتحها ولا. ماشي رح افتحها. هلا بورجيك شلون بفتحها. جيبي لي إبرة وأنت قوم جيب لي سماعة طبية. ليش السماعة الطبية؟ أنت بدك تفتحها ولا بدك تفحصها؟ لك أخي أنت شو دخلك بهي الشغلة؟ بدك كان يفتحها ولا لا؟ افتحها. خلص طلع من الموضوع. قوم يساوي شاي انتتري. انتتري فيفو روح يساوي شاي. لك رجع رجع شو بكم؟ تعرف شو اللي محيرني بالموضوع؟ شو؟ امي حاطة 10,000 ليرة مع ابو زياد ولما حكينا لها شو صار معه ما فرقت معه. صح؟ صح. بس شو فيها شي بحير؟ قال شو فيها بحير؟ امي اذا رحنا 100 ليرة 50 ليرة ليرة بتقيم الدنيا وبتقعدها بعدين بتقلي شو فرقت معها؟ معك حق. الشغلة فيها سر. سر شو؟ شو قصدك بالبول؟ يعني انا لو ما عندي ثقة بمرت عمي كنت قلت انه هي اللي صارت على الشنتاي. شو هالشنتاي؟ انت بحبني. صار الدنيا الصبح حجاج وما كنت تقدر تفتح على الشنطة. على ما يبدو مرت عمي ما راح يمشي الحال. يعني ما قدرت تفتح. لك هي الشنطة القفلة اللي فيها غير كل القفال. انا قديش ما رأي قفال على راسي مو مثل هالقفل مصمم ضد الحرامية. والعمل هلا؟ العمل مالنا غير هيك نلزق هون ديناميت ونفجر القفل. لا لا شو تلزق ديناميت بيحترقوا المصاري. قلنا لك هي معك حق والله بيحترقوا. شو رأيكم ننشرها بالمنشار؟ لا كمان بالمنشار لا حينا الشنطة. كنش دورت نطالع المصاري بقلبها مرت عمي فهميني تدخلوا بقلبها يعني. يلا مانا مستعجلين. شو شلون مانا مستعجلين يعني ندبر امورنا. انت شو دخلك تدبر امورك؟ مصاري اللي خلفك هدول. شلون شو دخلني؟ مو انا اللي لقيت الشنطه؟ لقيتها بالمطعم شيلتي. ها كان بامكاني انا اخذها وما قلك عليها. يعني ندمان؟ اي ندمان. لانه بدك تطالعيني زلموطي. لك تنباعي بالعزا منك اله. شو انا ارضيات اعطوني حصتي خلوني امشي بقى. حصيت شو بعدين؟ نحن جبناك لتفتح الشنطة وما طلع بيدك تفتحها. ايه ماشي لك. اعطيني ال1,000 ليرة تعبتي. ايه وسلم لي على اخوالك قوم. ماشي احيط. ماشي ماشي انا بورجيك. اذا ما بطالع لك نبيرة هيك ما بيكون اسمي عجاج. انا بورجيك. اروح يقطع عمرك ما غلظك لسه بيهددني كأنه له علي ضربة لازمة المعواص. كنتي خلي عجاج يفتح الشنطة بالمنشار. ليش انت شو ناقصك ما تفتحها؟ مو حضرتك معترضة ما بدك تنزع الشنطة؟ لك دب لك اجدب لك خشيم. انا قصدك قلت له هيك مشان يقحط من خلقتي. نحن عنا منشار ليش ما بيطلع بيدنا نفتحها؟ ما بدنا ننزل معنا شريك. لك معقول شو هالحكي؟ لك ايه مثل ما عم بقول لك تمام. الرجال سرقها من المحاسب ونسيانا بالمطعم. لك يا لطيف يا لطيف. لك انا لو ايش شغله تاني كنت سكتت. بس هدول رواتب موظفين شغله ما بينسكت عنا بنوب. لك هدول اصحاب الدخل محدود يعني بلا رواتب بيموتوا من الجوع. وانا عند مرت عمي صلي من امبارح الصبح عم حاول اقنعها ما في فايده. ما في غير الا يا مرت عمي هي اموال دوله فالج لا تعالج. يا مرت عمي هي شو اسمه ما تقتنعك. يا مرت عمي يا بطيخه لك شعي ما في فايده. وصار لك من امبارح عندهم؟ عم حاول اقنعها ما في فايده ما فتحت. شوف عجاج بلا خرط امي مو كل هالقد بتحبك لحتى تتحملك من الصبح للمساء. ما عم بخرط. ما شفتيني طالع من عندها؟ ولا جابتك لعندها مشان تفتح لها الشنطاي صح ولا لا؟ صح. ليش الكذب؟ بس شو عرفك انتي؟ فتحتها؟ ما كانت مفتح معي. على ما يبدو هذا القفل من نوع جديد بده دوره تعليميه. ميسون انا بدي احكي مع مرت عمي خليها ترجع المصاري. لك ما رح ترجعه لا تتعب حالك. ماشي الحال بالمنيح ماشي الحال بالقبيح انا شخصيا رح اخبر الشرطه. ليش الشرطة؟ ليش الشرطة؟ مشان تاخذ الرواتب تسلمها للموظفين. لا تخاف الدولة ما بتتركهم بلا رواتب. لك الدولة عم تحط من جيبتها ما عم تخترع مصاري. لك شلون ما عم تخترع؟ الدولة بشحطة قلم مو مليونين بس بتطبع 200 مليون إذا بدها. هذا اسمه تضخم مرت عمي؟ يعني أنت مو متضخم. اسمعي على الحكي.
خلي المصاري تتضخم، انت شو مزعلك؟ يا عمي ريبان، بالتضخم المليونين ليرة اللي معكم بيصيروا 1000 ليرة، والقيمة الشرائية للعملة بتنزل عشرات الأضعاف. لا تعمل لي محاضرات صهري، مليونين ما رح يخربوا الدنيا، نقطة ببحر الدولة ما بيجوا. ايه لو كل مواطن بيسرق مليونين كان بيصير مثل ما عم تقول، اما المواطنين اللي عم يسرقوا ما بيجوا 1%، يعني ما حيأثروا. لحتى نتطور لازم يكون المواطنين 100% شرفاء، 99% ما بيصير، ويكون بيعلمكن هذا 1% هو العمال بيشوه سمعة 99%. هلا لا تعمل لي سمعة وشرف، 99% ما عم يطلع بإيدهم لأنه مو صحح لون، مو لأنه أحسن مننا. بالمختصر المفيد، يا أنت بتسلمي الشنتاية وتطلعي بيض الوش، يا أنا بسلمها وتطلعي بسواد الوش. شو؟ فيك تمهني لبكرة؟ ليش لبكرة؟ مشان أقنع حالي، باخد وقت كتير لأقتنع لأنه يكون بعلمك بكرة الساعة 8 إذا ما كانت الشنتاية عن الشرطة أنا شخصيا بدي بلغ عنك. خلصنا بقى نبيل، خلصنا، ولا بدك تزلني يعني؟ امشي يا زلمة امشي امشي. أروح التضخم قال ما بيكفي التضخم. وانت التاني ريبا بدك تروح على الشغل ولا ما بدك تروح؟ بدي أروح، بس شو مشان الشنتاية رح تسلميها؟ ما رح سلمها طبعا. والوعد اللي قطعتيه للنبيل؟ كبرق سحابة لم تمطري، من هون لبكرة بحل الحلال ونقطة ده. كنت قاسي معه شوي، ما بصير هيك. امك ما بيمشي حالها الا باللخم، اذا ناقشتيها للصبح بتضل على تعالجك. يا حبيبي يا قلبي انا بدي اياك تضل طري معها مشان ما تنتزع علاقتنا فيها. ما بدي خون ضميري مشان ما انزع علاقتي فيها. هلا تخون ضميرك ولا ما تخون ضميرك؟ انا عم بحكي هذا الحكي مشان امي ما تحقد علينا. ما بيمشي الحال، امك مثل الذئب، اذا شافت خصمها لين بتنقض عليه وبتنهش نهش، اما اذا كان قوي واقف قدامها مع عمال بيرجف بتنونس قدامه. مثل ما بدك، شرف. اليوم في عندك منوب شيء؟ ايه حبيبي، رح نام بالمستشفى، صحيح، جيب لك سندويشة فلافل وتعشاها، لأنه أمي ما رح تعشيك بعد اللي صار. أنا بتعشيني بس بعد تحط لي بالأكل سلفيران. شرفي. يلا. يا الله لا يعطيك العافية، يا أنا لو ما قلت يا نبيل كان أربح لنا. صحيح امي بدها تلهف المليونين بس كان لحقنا طرطوشه، هلا ما عاد يطلع لنا شيء. لا بيطلع لنا، لا تخافي ما راح علينا شيء، المليونين لساتهم لنا. لك شلون ما راح علينا كل شيء؟ يعني امي ما راح تسلمه؟ ما راح تلحق تبلغ. بدك تقتل عجوه اوعها. لك شو قتله ما قتله، يخرب بيت قلبك شو بدعبل، شو شايفتيني بجري؟ ما راح قتله ولا شيء. بدي اسرق الشنتاي. ولا عجاش بتقوم بتضب اغراضك وبتمشي انت وهي مرتك. ليش امي؟ شو نسيتي اني بنتك؟ بنتي بتختاري بيني وبينه، بدك اياه؟ ما بعرفك ولا بتعرفيني. عجوه حبيبي اعتذر من امي، خليك تسامحك عجوه. شو؟ بعد ايش؟ بعد ما حدقني بايد ابو الخطابات؟ سماح ما في، عجاج انت مشطوب من دفاتري، بدي ارجع ما الاقيكم هون. امي امي على بالك شوي امي حبيبتي، اسمعيني بس. احسن لك هيك؟ لك مثل صباطي، اليوم بشتري لك بيت ومخلص من حكمه، شو هالشغله يعني؟ ايه ما بدك امي تطلع من البيت لحتى حضرتك تشتري بيت؟ بيت؟ لك الا تطلع، انا بكفيني 5 دقائق بكون اشتغلت كل شغلي لك. وبركدم ما طلعت؟ لك شو طلعت وما طلعت؟ يخرب بيت قلبك شو غشيمه، دعبلي لي مخك شوي، انت بتلهيها وانا بضي شغلي. ماشي، بس شوف عجوه من هلا عم اقول لك، لما تفتح الشنطه مليون يا النا ومليون يا الها، ما بدنا مشاكل، ما بدنا نصير مثل عجوه. ماشي ماشي، مليون لالها ومليون النا، المهم انت ضبطي لي الامور، جسي لي النبض. طب ماشي، شوف اذا دقيت لك على الحيط معناها بتروح، بكون انا عم لهيها بالمطبخ. ماشي ماشي ماشي، اتفقنا. تنشخت من ريف عينها هي وامها، قال مليون الى ومليون، شو هالسلبي على قولة كايد، أكتر من 25 ليرة ما في. وسوري شو ما في حدا؟ عشوي ما في حدا عم يرد؟ ما حدا عم يفتح؟ ما لا بجوز أمي راحت يا شي محل. لا احتمال تكون عم تفتح الشنطه لحالها. لك افتح الباب وفوت، اجا جوا جوا، تقليها وتقلعنا اكثر من هيك ما راح يصير، واجا مو جوا بتشوف شكلك يا كان. ماشي، لكان انت خليكي هون، وبس تجي امك تعطيني اشاره. ايه اشاره ايه؟ ممكن
إشارة مرور، إشارة إيش يعني؟ لا إلك أي شغلة، علبة سردين زبطيها من فوق الحيط بود أنا بحس. ماشي، وين رايح؟ وين رايح؟ روح خلص أنت أعطيني إشارة. شو هاد؟ امليكي بشختك يا مرت عمي، شو عندك اواعي؟ بتروحي بتلبسي شرطيط؟ شو كحتي؟ بدي حرمي يهددني مرة تانية هالدب ابو الخطابات، سلمها للشرطة ها، على كيفك لاني انا عين تطلعك فرق. كسرت ايدي قبل ما افتح لك باب الخزانه. هذا انت؟ معلش باب الخزانه مو مشكله، هلا رجع لي الشنطه والله يسامحك. شنطه؟ انا ما اخذت الشنطه. بعطيك عجاج مليون مليون ها، بس اعطيني الشنطه. مرت عمي انا فعلا كنت بدي اسرق الشنطه بس ما لحقت، انت فتي مثل الغوله وقلبت السردين لحقتك وضربتيها برجلك ما لحقت اخذ شيء. يعني الشنطه اختفت لحالها هيك انسرقت؟ امي عن جد عجاج ما عم يكذب، يعني لسه شيء انه فايت اجا مو مصدقه تعيني بشيء. بيكون اخذها لمحل ثاني وخباها برا. مرت عمي تعالي يا على اصواتك يا مرت عمي، شو مدعبله مثل بنتك؟ معقول يعني انا اخذ لي مليونين ليره برات البيت؟ يعني هيك انسرقت لحالها؟ شو عجاج؟ امي على مهلك امي. اسمع شوي بس امي شوفي مرت عمي انا ما اخذت الشنطاي، انا فعلا كنت رايح اسرق الشنطاي، بس اللي صار انه اذا سرقتها بدي اعطيكي مليون الي ومليون الي، بس ليك خذي الشنطاي اذا بدك مرت عمي. عجاج طلع فيني ولا مرت عمي اذا ما اعترفت بالشنطه من دمك بشرب، فهمت؟ لما ما فهمت شو مرت عمي. كوي مرت عمي ليك الشنطاي ليك تعالوا اعترف بالشنطه ولا مرت عمي والله اني ما اخذت الشنطاي. خلاص صدقتك. تفضلوا شباب تفضلوا يا اهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا تعالوا. ما تاخذنا الله يخليك استاذ نبيل. لا عادي ما في انسان ما بيغلط، انا داخل اعمل شاي. لا ما في داعي لشاي الله يخليك استاذ نبيل، اعطينا الكتب وخلينا نتيسر. اخي ما بيصير، لازم الاول نشرب شاي، تفضلوا. طيب مثل ما بتقول. يا اهلا وسهلا تفضلوا. بصراحة كنا ما بدنا نجي، بس الأستاذ نبيل أصر قمنا جينا. كمشتوه؟ كمشناه وحبسناه بالمستودع وكل شيء مثل ما قلتي بالضبط، بس قنعنا
أقنعكم بشو؟ أقنعنا بأننا غلطانين. غلطانين بشو؟ بكل شيء، حياتنا كلها غلط بغلط. أقنعنا أنه ندرس وناخذ الشهادة الابتدائية والإعدادية ونتثقف ذاتياً. وشو كمان؟ وأنه نرفع من مستوانا الثقافي. أنتو حمير ما بتفهموا، ما بتعرفوا وين مصلحتكم. ليش لتما نعرف وين مصلحتنا؟ بشو غلطانين لحنا؟ بدك تتقطع، خليكم مجرمين، صحح لكم مين يستأجركم وانتو شبعانين لقمة الخبز، إذا صرتوا بشر وبني آدمين بتموتوا من الجوع يا دب. ليش لحتى موت من الجوع؟ في ألف شغلة شريفة ممكن الواحد يشتغلها، والأستاذ نبيل أكد هالشي. وينو هلأ الأستاذ نبيل؟ عم يعمل الشاي جوا. وخبرتوا إني أنا اللي بعدتكم؟ طبعاً، ليش الكذب؟ الله لا يوفقكم، بهدلتوني. ولا يهمك، أخذنا منه وعد إنه ما يرفع دعوة. أنا مو هاممني غير الدعوة يعني؟ أنا في بوشي دم، خجلانة من عملتي، شلون بدي برر له هلا؟ نبيل شو عم تعمل؟ لا حبيبي صهري أنت مثلا الضهر، أنا بعمل الشاي عنك، روح أنت عود مع ضيوفك. مشان تحطينا فيه شيء؟ معك حق أنت تحكي، بس أنا عن جد ضميري صحي، وإذا مو مصدقني لا تشرب شاي قبل ما أنا أشرب، بس مشان تتعب. لك يا عيب الشوم عليكي، يا عيب الشوم عليكي. ولك في وحده بتبعت لصاره جماعه مشان يقتلوك. انا ما بعتهم مشان يقتلوك، انا بعتهم بس مشان يحبسوك بينما افتح الشنطايه. خلاص بالبول حبيبي انت، التوبه. على كل إن هلا ما راح احكي معك، بعد ما يروح الضيوف في ايدي معك كلام تاني. حاضر. يا اهلا وسهلا بالشباب، يا اهلا وسهلا. انا فايد جيب الكتب واجي، شرفتونا يا اهلا وسهلا. بالمأهل. شو هالاستاذ نبيل يسلم لعينه يفضل على راسنا. هي انا ندمان على كل حياتي السابقه. يعني ضروري تخبروا اني انا كنت ورا الموضوع. هو سالنا شو بدك انا نكذب عليه يعني؟ لا حاشاكم انتوا تكذبوا، هاتوا 5000 اللي لهفتوها. 5000 وزعناها على الفقراء والمحتاجين. وزعوها من المصاري اللي خلفكم. اهلين صهري، الله يجزيكم الخير. كمان انا بدي اياه المبلغ مشان وزعه على المحتاجين. ازيك عبد السلام، هذا كتاب مهم جدا، ديون العالم الثالث، الوهم والحقيقه. يسلم استاذ نبيل، قالك علي ما اقوم عنه لاختمه من الجلده للجلده. هذا خف منه شوي لانه بعرفك امي، حمار ومعبى ببنطلون يا حسام، بس تتعلمنا قريب جيب لك واحد اهم منه. استاذ نبيل شو مكتوب عليه؟ الدول النامية بين التخلف والتغليف. اوه يا سلام. وانا صهري ما بدك تعطيني كتاب كمان؟ اذا عندك رغبة ليش لا؟ عندي لكمان، عندي واصلة للتاسع، بدي اغلى كتاب عندك. اشربوا شاي شباب، اشربوا شاي كل. سرقت الشنطة ما بدي هتشوف كل انت اللي سرقت الشنطة. لك شو سرقت؟ باب مفتوح. ايه ماشي ماشي. ايه انا سلت على البيت وسرقت الشنطة. ماشي ماشي. هلا بجيب لك اياهم. وين حاططهم؟ حاططهم بقشة كان قدها ورا الباب. بس عجاج الله يخليك لا بدي تشوفك ولا تحس عليك بنوبك. ماشي ماشي انت فوت وهلا انا بجيب لك. عجاج الله يخليك ما بدي تعرف انه انا هون. لا لا ليك لك فكرة، مو معقول تعرف. بس بالاول صحيح ما اتفقنا، قديش بدك تعطيني؟ 1000 ليرة منيحين؟ 1000 ليرة؟ شو 1000 ليرة؟ شو بهال 1000 ليرة؟ كلها شقفة بنجان، انت بدك تحمل 10 متر من هنيك لهون، شو بهال 1000 ليرة؟ ماشي ماشي الحال، شو انا بدي اخذ منك مصاري ربا؟ نحن فوت فوت فوت، انا ما بدي مصاري فوت. عجاج يستر عرضك، ما تدري انه انا هون؟ لا 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 كلها فوت عمي ربا، فوت فوت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. روني لع من خلقتي ما بدي اشوف الشعب. لك تعي لك مرت عمي، عندي خبرية لك بتفشلك نيعك. بتفشلك قلبك. الشنطاي التقيت. ولد بس اترك عالي. انا زبكم. لك ليش هيك عملت؟ ليش هيك عملت؟ انا ما قلت لك تخبرها لهي. انا ما خبرتها، شميت ريحتك لحالها، حملتها اجت لحالها.
ليش شو عامل ريبان؟ ليش خايف كل الوقت؟ مرت عمي هو اللي سارق الشنتاي لك انا حتى تعرفي انه انا بريء. هلا لا تعمل لي شريف، سبقك، لو ما سبقك كنت انت سرقتها. انا ما سرقتها، انا اخذت حقي. كنت قلي شو انا بدي اخذ لك حقك؟ قلت لك بس ما كنت تعملي. ماشي انت اخذت حقك، ما حدا حيافي لك حقك، رجع على بيتك. ما بده استاجر بيت بالطباله، يا انه ما بده يرجع على البيت. صحيح هالحكي ريبان؟ صحيح امي. شو شايفيني عم اكذب عليكي؟ الو عم بساله مو قليل. صحيح، لانه الحقيقه انا ما بقى بدي اعيش معك. ليش العيشه معي ما بقى تنطق؟ ايه ما بتنطق. وليش بتحملني كل هالسنين؟ مشان مصرياتك، بس هلا صار معي مليونين ليره وما بقيت بحاجتك. عجاج امشي معي لاعطيك الاواعي شياته للموص. ماشي مرت عمي. ريبال غير بدل. لا بدي غير ولا بدي بدل، طلعت لي روحي مرت عمك. ريبال اسمع شاع ما بدي، طاقتني مرت عمك. خلصنا عجاج، اتركوا امحقوا زبلوا احمل. عمي ريبال يعني ما عاد بدنا نشوفك بعد اليوم. شلون يعني ما عاد بدكم تشوفوني؟ ليش انا بقدر اقعد بلاكم؟ انا بيتي بالطبالة تحت امركم، بيتكم، امتى ما حبيتوا تعوا لعندي اهلا وسهلا فيكم. وامي عمي ريبال يعني بدك تطلقها؟ شوفي هيفا انا ما بدي اطلق. اذا كان امك بتجي معي على بيت الطباله وبتعيش مثل ما بدي وعلى مرائي وبتسمع الكلمه ما بطلق. بدها بدها، ما بدها خلينا نطلق احسن. تعال شايف بتروح على المطعم وتقلبك واني تحتاني بتجيب الشنطه. وبركة دم مخبيها بالمطعم؟ ما عنده هو محل تاني يخبيها. شاي عم اقول لك بركة دم. انا بقرره بطريقتي الخاصه. كيف بدك تقرري؟ دبل له عيوني، بحن قلبه، بخف عقله، روح. مين هدول مرت عمي؟ لك ايه روح. رح نشتاق يا شوفتك عمي ريبال. وانا بالاكثر. ليش عم تبكون؟ ها؟ وانت شو رجعك؟ تذكرت الايام اللي عشناها سوا. خليني ودعك ما بدي يصير معي فالج بعد ما تروح. أمي عمي ريبال مستعدي سامحك، إيش صرت تسمعي كلمته؟ لا أبدا مستحيل، عمك ريبال أخذني مشان مصرياتي بس أنا بحبه، هو ما بحبني أبدا أبدا. ممكن أرجع حبك وتحبيني بس على شرط بتصيري بإيدي مثل العجينة وبإصبعتي مثل الخاتم، وهي الشغلة متوقفة عليك أنت. أنا مثل عجينة بين إيديك، مثل الخاتم بإصبعك، اللي لبن أسود بقلك أبيض، اللي أبيض بقلك أسود، بس خلينا ساكنين هون بلا ما نروح على الطبالة. شوفي، الحرمة لازم تعيش ببيت جوزها، مو الرجال بده يعيش ببيت حرمته، لك أنا الرجل تبع الهت برتي تبع الناموس، وأنا ناموسي ورجولتي ما بتسمح لي أبداً أعيش ببيت حرمتي. شو بيتي وشو بيتك ريبال حبيبي؟ نفس الشيء. خلاص عفورة، قلت لك بالطبالة يعني بالطبالة، لا تخلي كلمتي تصير تنتين. ما بدي ضيع لك أنا مصاريك على الفاضي، افتحي يوم مشو. ما بهمني، معي 5 ملايين، بدي اشتري مليونين بيت وما بتأثر أبدا. طيب اشتري المطعم مليونين. ردي مطعمك على جوعتي، أنا بدي افتح مطعم كنتاكتي، ما بدي افتح مطعم فلافل. حاضر. يلا بالاذن استاذ نبيل. الله معكم شباب. كتر خيرك يا استاذ نبيل، فتحت عيوننا على الحياه الدوليه كلياتها. انا ما كنت افهم شيء بالاقتصاد، صرت مخم بعد ما حضرتك استاذ نبيل. ولو هذا واجبنا، بس من خلصتوا قرايتهم جيبوهم مشان اعطيكم بدلهم دغري. بدنا نهريهم هري، يلا بالاذن. الله معكم. وانت يا حسام يا سفري ما تضل حمار عم ببنطلون، بدي اياك تتقدم. انا اللي بتقدم. احي تعال هون. امرك معلم. امرك. السلام عليكم. المرة مرت على خير. شو بيعرفني مرت عمي بجوز تبعت لي التاني يقتلوني من هون للصبح. هدول طلع عندهم ارضيه طيبه، بجوز البده تبعت لي اياهم مرت عمي يطلعوا اولاد حرام سلمى اللي يستولي عافيتي. انا لازم اتدرب، لازم حتى اقدر ادافع عن نفسي. أبو غصن المناوبي اتصل مساء.
أنا واطي أنا. أنت كبير القدر ابن عمي، الشرف عم يزرزب منك، عب إجريك زرزب. لا تقنعيني عفورة، أنا واطي وحدي. فشر اللي بده يقول عنك هيك، فشر فشر والدق بالصرامي. بس بقى عفورة، مين الرجال هون؟ لما بقول أنا واطي وحقير يعني أنا واطي وحقير، ولا ما بيصير إلا تفرضي رأيك علي؟ عمي ريبال، أمي عم تفهمك إنها بتحترمك يعني؟ بعرف، مشان هيك أنا عم أقول إني واطي وحقير، لو ما كنت واطي وحقير ما كنت بستاهلها. بتستاهلها، ليش ما بتستاهلها؟ لا ما بستاهلها، لو كنت بستاهلها ما كنت بسرع الشنتاي من ورا ظهرها وهي بتموت بدباديبي. حدا 60 جهنم الشنطة، أنت عندي ب 100 شنطة. لا مو حدا 60 جهنم، الشنطاي التقت بمطعمك يعني الشنطاي إلك. ليش وقفت؟ بدي أروح لعند نديم. عمري بال، شوف يعني نديم هلا وقته. حطيت عنده الشنطة الصبح بدي أروح جيبها. ولي وإن شاء الله قلت له شو فيها؟ طبعا قلت له أنا ما بحب غشنا. وبركي سرقها. شو اللي سرقها والله بسرق عيونه أنا. روح روح قدامي على البيت أنا رايحة أجيبها روح. نزيها نزيها اجيتي والله جابك كنت رايحة لعندكم. ماما الله يوفقك، هاتي ايدك لبوسة شو بعمل الله يخليك. ما تحشرونا مشاكلكم انا ونديم، خلونا على جنب. لك ليش شو في؟ هو عطى عمي ريبال جندة المصاري منه ورئيس القلم تبعي طلع الضيعة من هون. شو طلع يعمل المقوم؟ طق الفيوزات تبعوته بس عرف بالملايين، قال بده يتجوز. وانتي؟ بده يطلقني، طلع متجوزني مشان البيت، هلا بمصاري في يشتري بيت. لك يخرب بيته شو دب وشو حمار، عنده مرا وعنده بيت يفتح فيهم مشروع. وفي وحدة قبلي كان حاطت عينه عليها بس اهلها ما عطوا اياها لانه فقيرة، لا طلع يشاكرهم بالمصاري. تعال شو افندي هذا حرش نديم اللي امنت فيه وقدرت فيه. ليش شو عمل؟ شو عمل؟ اخذ الشنطة وراح البلد. تروح روحه، شو شنطته اللي خلفه؟ هلا بدي روح جيبها. لا تروح، انا رح ابعث له جماعة مرتبين مكتف يجيبوا لي اياه، مالي بحاجتك. ماما وبتقولي له كمان يطلع فورا ولعندي على البيت ماله رجعة. ايوه واحد مثل هاد ذبحه حلال، ما بده بيوت تضبه. وانت بدك ضب، روح على الطبالة. شوف انا عفورة، قبل شوي كنا عم نحكي كلام بالحب. يحبك الحب اللي ماله طب، انا حبيتك لانه الشنطاي معك وفيها 5 مليون، هلا ما معك مصاري، عليش بدي حبك؟ سامحيني عفورة، غلطت بحقك كثير. انا بسامحة، بس مو حلوة بحقك تعيش ببيت حرمتك، رجال انت ولا مو رجال؟ بلا رجال ولا رجال. روح على الطبالة لكان. وطلعني عليه؟ أنا حمار، ما بعرف ليش الطمع. بسيطة مرت عمي، ما لقيت شيء. لكن ليش تأخرت؟ شو ليش تأخرت؟ أنا رفعت الغلق من هون وكبست لك الزباين علي. بعد كل الفلافل ناقصين 15 ليرة. ليه؟ حق الصندويش اللي عم تتزهرمه، ولا يعني رزقنا سايب بالمطعم. عمت عمي شو في أجاري؟ لا تشتغل، ما حدا قال لك اشتغل، برعت تبرع ببلاش. ماما مرقي له يا طيب، هلا نحن بإيش وأنت بإيش؟ مسيك هذا الكتاب حقه 1000 ليرة، بيعه ب500 ومسامح بحق الصندويشة. وين بدي بيعه؟ لك حي الله بسطة، بأقل من 500 لا تبيعوها، هذا الاشتراكية اليوم وحي الله يعني. ألو مرحبا أبو البراغيث، في إلي طلب عندك. لك ولا للدين؟ في صهري نديم الندمان، بدي اياك تجيب لي اياه مثل الخروف المكتف. شو اسمه الضيعان؟ ام الطنافس. ام الطنافس ومعه شنتايه سودا كمان بدي اياها. لك ليش 10000؟ ايش عم تجيب لي عنتر ابن شداد انت؟ كله رئيس قلم جربان بيسوى فرانك. سكر بوشي المقوص. امي مين ابو البراغي؟ واحد من زعران البلد. بالمصاري بيقتل ابو اللي خلفه. شو بيعرفك فيه ماما؟ الو ابو البراغيت. 10000 10000. بس ابو البراغيت بحب ذكرك بشغله، رجالك اللي كلفتهم الصبح هي بالمهمه اللي قلت لك عليها ما نفذوها. خرجون الله لا يقيمهم، المصاري وزعوهم على المحتاجين. قال ماشي الله معك. العمى بقلبه بده ينهبنا نهيب الثاني. امي سالتك نزيها، منين بتعرفي ابو البراغيث؟ سمعتها مالي طرشه. منين بتعرفي ماما؟ دلني عليه ابو شهاب وقت رفض ابوها لميسون يدفع لي النفقه، بيخدم بمصاري وقت الشده بس طميع. Oh.
بيت ست عفرا هو؟ ايه ها مين حضرتكم؟ جايبين لها امانه. امانه؟ امانه ايش؟ قولي على قلبك يا صهري. قولي شو ها؟ امك هو؟ ايه هون. يا ترى حلمي مثل هيك؟ اجت لي انا حلمي متجوزه. شو قلنا؟ ما قلنا حلمي. تفضلوا فوتوا فوتوا. قولي على هالاخره يا صهري فوتوا فوتوا يعني. سلموا ايديكم، هاتوا الشنتاي. ال10,000 ليرة أول. روح قل له لأبو البراغيث، أنا بجيب له إياهم، هلا ما معي. هلا منرجع لأم التنافس ها، معنا تعليمات ما نرجع إلا المصاري معنا. وإذا ما أعطيتكم مصاري؟ بناخذك مكتفة لعند أبو البراغيث. اللي لا بد منه لا غنى عنه مسيك. ناقصين 1000. ما في مراعاة ولا بفرنك. هاي تسعيرة نقابي. ما مغلين عليك ولا بفرنك. قولوا عضلات كمان خوذ مسيك المعلم ابو البراغيث. نعم. كلفنا ندق اللي ما مشي حاله الصبح، وين عنوانه؟ نزيها خدي على غرفة ميسون. شرف. ايه من شرف. ما بتستحي على دمك انت. اطمع يا مرت عمي اطمع. ماما فهمي اذا ما بيطلق شو رح يصير فيك. طولي بالك نزيه طولي بالك. شو طلاق ما طلاق؟ لا بتحفني ولا بتحترمني وطلعت متجوزني مشان البيت. شو بدي فيك انا؟ لحظه طمع يا نزيه لحظه طمع يا نزيه. غلطت غلطت منك سماحه توبه. هاي لحظه بقيت كل هالوسخ. لو معك ساعه شو كنت بتساوي؟ اه لا تاخذنا استاذ نبيل، نحن متاسفين جدا فهمنا غلط. كان الله ما تأخذنا سندي. لا ولو يا سيدي، المهم الإنسان يكون عنده أرضية طيبة ومعدن صالح. كل شيء بركب محله ولا يهمك. أنست وشرفته. لا والله ما تأخذ يا سيدي. طيب خلاص يا أخي. تفضلوا. أنستونا شباب. وينك؟ ما عاد بدي اشوف خلقتك ببيتي. إلعي يلا نزوتي. غلطت منك السماح. بدك بستأجر لك بيت، بس قاعده عندي بالبيت ما بسمح له. وانتي؟ وانا شو؟ بتسكني معي؟ لا انا بدي استأجر لك البيت مساعده، بس قاعده معي مالك. انا بدي ادور على واحد يكون بحبني. هيفا احكي لك كلمه. ليش انت خليت كلمه للبني ادم تنحكى؟ اي قطع عمرك بدك تتركها اتركها بالمعروف، ضروري تحسسها انها بقى ولا برغشك. كتر خيرك انت الثانيه. طيب انا ماشي، بس رح اعطيك مهله للصبح تفكري قبل ما تتخذي قرارك النهائي. روح احد الله معك. فوق صهري فوق فوق. شو عم تقولي مع الكناغه؟ شو ترشر؟ صفي دمك من الحجاره، الا بصغر بحصفها شوي. ولا ضرب الحبيب زبين. شوفي جورية، هالمرة ما راح قلك وراء الدور لحالي ودوري. دايرة دايرة. ليش أصلاً أنت شاطر غير بهالشغلة؟ أمامسك. لحالي، ما بدي إعازة. أحتني ثلاث أرباع. أحتني ثلاث أرباع. نادر لحالي قلبي. شباب شباب. سلام سيدي. وين كنت جبت؟ بالمناوبة سيدي. يلا على المناوبة. حاضر. حركي شو. منو؟ منو؟ حاضر. حاضر سيدي. بس ما رجع طالع لي. يه استاذ نديم. اهلين ابو غصن. بحارتنا شايفك كأننا. اي والله جبنا المره لعند امها كوني طالع مهمه خارج القطر، ما بدي تظل لحالها. خير ان شاء الله. مشان ايش المهمه؟ بعثني اتفاوض على بعض المعدات كوني رئيس قلم فوق. بخاف اتركها لحالها. عن اذنك لك. ايوه ايوه.
وصل. مساء الخير. مساء النور. مرت عمك تلفنت لجاي شوف. شوي. شوفي. أنا تلفنت مو مرت عمي تلفنت. خير خير أستاذ نبي. الموضوع بده خلوة. شو؟ لك ما تخاف أبو غصن ما تخاف فوت. أنا بعرفك إنك منهول. عشان هيك ما راح أطول عليك. طول قد ما بدك، أنا 24 ساعة من 24 ساعة بخدمة القانون. مش رواتب الموظفين اللي سرقوا امبارح؟ رجعوا يا استاذ نبيل. شلون رجعوا؟ الحرامي اعترف. اكيد قلت لك شو واحد معتر خلته يعترف. لا يا استاذ نبيل لا، ارجوك وبترجاك رجع نشط، انا ما بلجأ لهالاساليب. لك شلون الحرامي اعترف وهو مو حرامي؟ عرف لي اياها. انا اصلا ما شفته منهم، الحرامي انبوا ضميره وراح سلم حاله وبغير قسم مو عنا. والمصاري؟ رجعهم على الشعره وحاطط فوقهم 5 ليرات تكفير ذنب. لك هي الشنطه شو؟ معقول مصاري ابو زياد؟ كمان رجعوا. مين طلع سرقهم؟ طلع لا في سرقه ولا في شيء، هاد ابو زياد ادمان وخبيث، اخذ مصاري الناس وراح صرفهم بالكازونيهات وعلى الرقاصات وبالاخير اخترع قصه السرقه مشان الناس تسامحه. كمان انبوا ضميره؟ ليش هذا الرجل في عنده ضمير ينبو؟ اي انا كنت عم حقق معه للصبح امبارح. عجيب. لك هي الشنطه شو؟ انو شنطه؟ واحد لسه الشنطه عند ريبال، الكل مفكرين انه فيها الرواتب. وينها؟ مع مرت عمي. يخرب بيت هالشنطه، لك رح تجنني. ايه نزيها احطيها للشنطه، قومي حبيبتي، روحي انت على بيتكم، نحن بعدين بنفتحها لاحقين. لا يا شنطتها طولي حصتي. حصت شو؟ من وين لوين يا في بلاد انا؟ مليون ليره؟ شو نسيتي؟ فكرتي انا طلقت جوزي على الفاضي؟ ما فكرنا انك طلقتي جوزك مشان مليون ليره. طبعا طلقته مشان مليون ليره. إذا البيت جاب لي رئيس قلم، بيته مليون ليرة بيجيبوا لي مدير عام. يا مقوصة، مليون ما بيطلع لك 10% زيادة عليك انت. قال لي أمي، لا مليون ولا 10%، يا حتى نفتح الشنطة ونشوف قديش فيها منقسم علينا نحن الأربعة يا كا. تاكلكم الضبعة. مين؟ أيوة. مساء الخير ست عفرة. أهلين أبو غصن. مساء الخير يا صبايا. أهلين عمي أبو غصن. مرت عمي قبل ما تكذبي، أنا حكيت له لأبو غصن على الشنطاي. بدك تجلطني أنت نبيل؟ نهايتي على يدك. لا تخافي مرت عمي، الشنطاي ما فيها مصاري. لكن شو فيها؟ ما بعرف. هاتوا لهون، اكيد صاحبها رح يراجع الشرطه مشانها. اذا سال عنا ابعتوا لهون بنعطيها، شو رح ناكلها نحن؟ ما بيصير يا ست عفرة، بالشرطه أأمن، هنيك في محلات خصوصي لهالشغله. هون اذا صار حريق، اذا صار سرقه، اذا صار اعصار او زلزال، الشنطاي بتروح، هنيك ما بتروح. ممكن تفتحها وتشوف لنا شو فيها؟ شو بده يكون فيها ست عفرة؟ خلص بدنا نشوف مشان شو خربنا بيت حالنا. نعم على المصيبة، بعد رئيس القلم موظف بالذاتية ما عاد ياخذني بلا مصاري. ما بنقدر نفتحها يا مدام، حتى يجي صاحبها يعطينا مواصفاته وشو حاطط فيها بنسلمه اياه. بس هيك مو عدل عمي ابو غصن، يعني لازم نعرف على القليلة على القليلة شو فيها. وعد شرى، اذا اجى صاحبها بس اعطيها ما بخليه يفتحها، ببعث وراكم بيفتحها قدامكم. انبسطتوا هيك؟ انبسطنا. شو صار بالشتاء؟ صار الغبرة فوق مترين. يعني صاحبها ما راجعكم فيها؟ لا، لوين رايحين؟ كنا جايين لعندك على المخفر مشان نسألك. يا كمان شو صار بصاحب الشتاء؟ اجا ولا ما اجا؟ اسكت يا طفو التلفزيون. شو بدي ضل منتظر 100 سنة حتى يجي صاحب الشنطة؟ دوروا لكم على الشنطة يا غيره. ما قلت لي اجا ولا ما اجا.